هل لي ان اتجسس على انسان في بيته لمعرفة ان كان عنده شيء من المحرمات او الخمور او يستعملهما؟ ليس لك تجسس، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا يصلبك جوهر الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغب بعضكم بعض. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجسسوا، فلا يجوز التجسس وهو تنكيب عن الشخص لعله نجده يفعل معصيه، لا، بل متى ستر الله مسلما فلا تحرص على كشفه، لكن متى ظهر الامر وبان من التجسس وجب عليك النصيحه والتوجيه والخير وانكار المنكر، اما التجسس فلا يجوز.